ضريبة أن تكون طبيب في وقت الكورونا. بالرغم من كل الإجراءات اللي كنا نتخذها والاحتياطات، لكن صابت بهذا الفيروس الرهيب. تحس وكأنه الغواء غير كافي، وهناك سكاكين في أنفك وفي جهازك التنفسي. أنا إذا دا أخذ أوبر الآن، إنه حب حتى تمنع تجلطات الرئتين، لأن هذا الفيروس يعمل تجلطات في الرئتين في الرئتين. وعلى الأكسجين، ويحس التعب، تعب غير طبيعي، بحيث أنت ما تقدر تروح للتواليت بنفسك، لازم يساعدوك، ما تقدر تمشي. وزيارته التواليت حسرة عليك، لأنه ما تقدر تسويها وحدك. حاولوا تعتنوا بنفسكم، حاولوا تأخذون كل الإجراءات حتى تمنعون الإصابة بهذا الفيروس اللعين، وتحمون نفسكم وعوائلكم. أنا في موقف ما أتمنى لأي شخص بمكاني. البارحة شاركت في دراسة في ستوكهولم لدراسة الـ DNA، وأي من الأعراق اللي يصيبها الفيروس أكثر، يشيكون أي شخص يصيب بهذا الفيروس، ومنو كانت إصابته خفيفة ومنو كان إصابته ثقيلة. أتمنى السلام للجميع، إصلاح طبيب العائلة. تحياتي.